شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوقفة اللي من أشواط الفترة الصباحية هنا في يومنا الثاني في هذا المهرجان الغالي. نتابع وإياكم هذه الاندفاعة وانطلاقة هذا الشوط، وشوطنا 17 المخصص للبكار. نتابع هذه الانطلاقة والاندفاعة. هنا في هذه اللحظات اللي على مقدمة الشوط اللي على المركز الأول، نتابع إنجاز المبارك بن سعد بن مبارك الهاملة النابت على مقدمة هذا الشوط في المركز الأول، وبهذا الاندفاع في المقدمة نتابعها. هناك من تسيطر تمام السيطرة إنجاز، وتريد أيضا أن تحقق إنجاز هذا الشوط وانتزاعه. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني واللحظات لنا تعرف على المركز الثاني. هناك في مقدمة الشوط مع المراكز الأولى المتقدمة اللي على المركز الثاني، اللي على المركز الثاني. نتابع هناك الكاسبية لسعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي على المركز الثاني، بينما النقلة على المركز الثالث اللي بدأت تتسلل بدورها على مقدمة على المركز الثاني. هناك الهسيوف لسالم بن علي بن سالم النشيرة المري مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث، المركز الثالث العنود لهادي بن مسعود بن بطحان الدفين المري على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع وحيشة لجابر بن فهيد بن محمد الزبدان المري بالعفرة، أيضا متواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس، نتابع هناك اللي أقوى لخليفة بن طالب بن علي بن حمد الحنزاب المري مع المركز الخامس. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى التحديات. هناك إنجاز، ولكن سيوف، سيوف متواجدة في هذا الشوط أيضا بالمنافسة جنبا إلى جنب مع انتصاف المسافة. انتصاف المسافة، هناك سيوف وانجاز على مقدمة هذا الشوط. نتابع انجاز مع مالكها مبارك بن سعد بن مبارك الهاملة على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول. المركز الثاني، سيوف لسالم بن علي بن سالم النشير المري. المركز الثالث، نتابع هنا وحيشة لجابر بن فهيد العفرة ايضا متواجد مع المركز الثالث. المركز الرابع، نتابع هنا هقوة خليفة بن طالب بن علي الحنزاب المري. والمركز الخامس، العنود لهادي بن مسعود بن بطحان الدفين المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات مع الخمس المراكز الأولى. يا سلام يا سلام. وهنا أيضا في هذا الانطلاق والاندفاع نتابع الأسماء المشاركة، ولكن بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى إنجاز، إنجاز على الصدارة، إنجاز على المقدمة. يا سلام عليك يا ابن هاملة، ابن هاملة مع المركز الأول في هذا الانطلاق الجميل هنا في هذه اللحظات مع المركز الأول ومع إنجاز مبارك بن سعد بن مبارك الهاملة المري مع المقدمة. ولكن سيوف، سيوف تشكل الخطر مع سالم بن علي النشيرة المري. والمركز الثالث، هنا شعار بالعفرة وحيشة لجابر بن فهيد بن محمد الزبدان المري. المركز الرابع، من بدأت تتسلل، شوفوا اللي أيضا تدخلت بدورها، مغثة لعبد العزيز بن سالم بن شنان المري وبقيادة سعود بن عبد العزيز بن شنان من يقودها هنا. ها هي أيضا من سلالة الباز، الله الله، مع المركز الثالث بهذا الانطلاق الجميل، بينما المركز الخامس، المركز الخامس من تصلنا هناك. هناك المركز الخامس بداية لحمد بن إبراهيم بن حمد بن رمزاني النعيمي، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى إنجاز، إنجاز، إنجاز لبن هاملة مع أيضا هذا الاندفاع مبارك بن سعد بن هاملة المري. ولكن سيوف، سيوف لسالم بن علي النشيرة، ولكن الله الله. ركز يا سعود، ركز يا أبو عبد العزيز بهذا الانطلاق الجميل. سلام سلام
سلام مع هذا الأداء الجميل. مغثة مغثة، ولكن هناك الخطورة بدأت، الخطورة بدأت من سيوف تعود مرة أخرى، ولكن الله الله يا مغثة 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 مغثة، سلام يا راعي مغثة سلام. 200 متر الأخيرة بهذا التحدي، ولكن سيوف سيوف عادت، سيوف عادت من جديد. الله يا سلام يا سلام، وانتوا على الصدارة هنا في المقدمة. سيوف سيوف غيرت سيوف، قلبت موازين الشوط سيوف لسالم بن علي بن سالم أنشيرة المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني هنا أيضا مغثة لعبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري. المركز الثالث، المركز الثالث الدوحة أو المركز الثالث بداية لحمد بن إبراهيم بن حمد الرمزاني نعيمي. المركز الرابع، المركز الرابع وحيشة لجابر بن فهيد بن محمد العفرة. المركز الخامس، المركز الخامس القناصة لمحمد بن صالح بن سالم بن بريكان المري. تهانينا والناموس. شاهدتوا معنا سيوف اللي أيضا انتزعت الناموس بكل جدارة واستحقاق. توقيتها الزمن 6 دقائق 3 ثواني، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سيوف سالم بن علي بن سالم النشيرة. المركز الثاني مغثة، توقيتها 6 دقائق 3 ثواني وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد العزيز بن سالم بن شنان المري. المركز الثالث 6 دقائق 5 ثواني 8 أجزاء من الثانية. اللي بداية لحمد بن إبراهيم بن حمد الرمزاني النعيمي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.